أنا محمد من العراق، بقالي تقريبا من فاتح المخبز سنتين. وفتحنا المخبز على مود يعني حتى نحسس الطلاب انه بالعراق، ولا كانهم يحسوا انه بغربة. مخبز عراقي وخبز عراقي، حتى الطلاب يحسوا انه العراقيين اكثرهم يحسون انه خبز عراقي وصمون عراقي، ما يحسون بالغربة نهائية. انا اخترت انه افتح مخبز عراقي بمصر عشان يعني عشان الطلاب وعشان العراقيين، يعني حتى الناس يعني بتحب الخبز العراقي، الطلاب العراقيين والعراق حب الخبز العراقي اكثر شيء متعلمين عليه. والله في كثير من المصريين حبوا الخبز العراقي والصمون العراقي، يعني كثير من الناس حبوا الصمون وحبوا الخبز المصريين، ومن السوريين كذلك، وفي أردنيين من جميع الدول تحب الخبز العراقي، يعني مشهور، يعني الخبز العراقي مشهور، الصمون والخبز العراقي مشهور. يعني بيميز العيش العراقي، العيش العراقي يصير كبير ويختلف عن المصري، يعني كطعما يصير أطيب، وكصمون الصمون كمان أطيب من الخبز المصري، يعني خاصة لما يطلع سخن الخبز أو كان الصمون طعمه يختلف عن بعد ما يبرد. يعني نعم الدقيق اللي نستخدمه دقيق ابيض، يعني ما فيش رده، دقيق ابيض ونعجنه زي العجين المصري، بس عباره عن ده ما فيش دقيق، ما فيش رده، ده في رده، ده عيش المصري في رده. لا يعني الزبائن المصريه اللي اكلوا مني عيش عراقي يعني تعجبوا بطعمه، يعني حبوا طعمه، يعني ما يعني كل يوم كانوا يشتروا منه، يعني كل يوم يشتروا منه العيش، عجبهم عن العيش المصري بكثير. والله من زمان يعني انا فكرتي افتح فرن وافتح سندوتشات كمان فلافل وحاجات دي، يعني عجبتني الفكره دي. وما فيش هنا في مصر عامه قليل من في خبز العراقي والخبز الصمون، جتني فكره ان افتح الفرن ده حتى يجينا منه. الشعب المصري طيب وما فيش اي غربه الحمد لله، يعني ما يحسسوك في الغربه نهائيا، ناس بتعاملهم حلوه وبيحبوك، وشعب قريب على الشعب العراقي. والله يعني العلاقه بين مصر كثير حلوه، نفس الشعب ونفس الحضاره ومتقربين على بعض، يعني ما في فرق يعني.